تجددت المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية، بالرغم من تهديد السلطات بقمع أي تجمعات احتجاجية. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر مئات المتظاهرين وهم يهتفون ضد النظام في شوارع طهران، كما ردد المحتجون شعارات مناهضة لسياسات النظام ووصفوه بأنه عدو للشعب وليس الولايات المتحدة، في إشارة إلى تحميل النظام الإيراني مسؤولية تدهور الأوضاع وإلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية التي تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية في الداخل.